من بيروت معي وزير شؤون النازحين معين المرعبي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد معين. كيف تعاملتم مع الموضوع منذ بدايه نورما فيما يتعلق بالنازحين طبعا، وعن اي عدد نتحدث اليوم سيد معين بعد طبعا عوده عدد ملحوظ منهم الى سوريا؟ يعني اول شيء يعني طبعا احنا حاولت حياه المنظمه المفوضية العليا للاجئين أن تتعامل مع الموضوع كعادتها يعني حياة بطريقة استباقية، لكن في تعقيدات روتينية ظالمة من بعض الأجهزة يعني التابعة مثل ما بيقولوا لإداراتنا، بعض الأشخاص العنصريين حياة يعني يقومون بمنع بعض الأعمال الوقائية والاستباقية بهذا الموضوع بناء يعني لامور يعني حياه عنصريه مثل ما الكل بيعرف، يعني مثل جبران باسيل وزير الخارجيه والفريق يعني السياسي تبعه. بقدر الامكان يعني الحمد لله ما كان عندنا اي حالات وفاه او اصابات، وتم اجلاء في حاله وفاه وحده طفله صحيح؟ حقيقة أنا ما لم أبلغ بهذا الموضوع، أنا موجود بمستشفى يعني نعم. حقيقة قرب ولدي في حادث يعني، لكن حتى الآن لم أبلغ بهذه الحادثة بغض النظر. الحمد لله على سلامته. الحمد لله يا الله يسلمك. فالحمد لله يعني إنه إجمالا كانت الخسائر إجمالا بالأرواح يعني فضل الله ضئيلة، والله يرحم الطفلة إن كانت يعني استشهدت بهالحاله. طيب المفروض يتم متابعه الموضوع، حياتنا نقوم بمتابعه الموضوع يعني دقيقه بدقيقه، لكن بمكان ما يعني في خوف حياتنا لدى اللاجئين بالانتقال من مكان الى اخر من دون ان يعوا خطوره يعني بعض الامور، وطبعا تعاملنا كمان مع الموضوع بصبر وبأناه وطول البال من اجل يعني الحفاظ على سلامته، والحمد لله يعني توفقنا بهذا الموضوع طيب وتم تحميل الاماكن اللازمه لهم يعني. طيب في حديث عن عاصفه جديده على الاقل للتحضير، لانه الاربعاء مفروض اليوم كما كل التوقعات انه انتهت العاصفه نورما. في اجراءات قمتم باتخاذها تحضيرا ليكون الوضع افضل في حال وصول عاصفه؟ تم القيام حقيقه القيام بهذه الاعمال تم قبل هالمده هي، وتم العمل على هالامور هيدي قبل شهر يمكن من هذا العمل، لكن هناك يعني بعض المحافظين، خليني اقول محافظ البقاع مثلا اللي هو يعني تابع للتيار العوني خلينا نقول يمنع رفع مستوى المخيمات فوق مستوى معين يعني ليكون فوق مستوى السيول، وهذا امر يعني وقت بيكون يتم منعه يعني وهو كمحافظ وهيدي يعني مسؤولياته، فيعني عندنا يعني مشكله داخليه نحن بهذا الامر، وانا احمل حياه بهذا المجال مسؤوليه اي اصابه او اي حياه وعرقلت اي جهود لكم قد تعيق وطبعا احراز تقدم اضافه لحفر الاقنيه التي يعني تمكن من تصريف المياه باتجاه معين من اجل تخفيف يعني مثل ما بيقولوا السيول عن مناطق المخيم، بالاضافه انه نحن يعني كمان في منع لانشاء مخيمات باماكن اخرى، يعني مش متوفر اماكن اخرى للانتقال بهذه المخيمات العشوائيه الى 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 اماكن اخرى، في صعوبات وفي هناك اذا بدك ارهاب من قبل فريق السياسي العوني تجاه الاخوه اللاجئين. نتابع نحن معكم اوضاع النازحين وكل جهودكم ان شاء الله بهذا الاطار. وزير شؤون النازحين معين المرعبي كنت معنا من بيروت.